كما أن المطلوب من الدبلوماسية العراقية أن تتحرك بفاعلية وجدية نحو المنظمات الدولية وشعوب العالم لوضعهم أمام الصورة المأساوية لجرائم هؤلاء الإرهابيين، والضغط على الدول التي يمكن أن يكون لها دور مؤثر من أجل اتخاذ موقف مساند وعملي. إن الإصرار على التشبث بالموقع مهما ترتب على ذلك من آثار سلبية على البلد خطأ فظيع يجب أن يتجنبه أي سياسي يشعر ولو بقدر ضئيل من المسؤولية.